الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونكمل مع حضراتكم استاد الأهلي. النهاردة الفقرة بتاعتنا مختلفة في حاجات كتيرة. معايا واحد من الشباب الأهلاوي اللي تفخر بيه، حاجة من المستقبل، المستقبل اللي الإدارة المصرية مش بس في مجلس إدارة النادي الأهلي. بسعد يعني بيسعدني وبرحب مع حضراتكم بالأستاذ محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا فندم، ومنورني ومنور دايما قناة نادي الأهلي. لا ده بنوركم، وأنا سعيد جدا إن أنا طبعا في قناة نادينا العظيم. يعني قبل ما استقبل حضرتك ونبتدي حلقتنا، كان في تقرير بنعرضه مع الساده المشاهدين، وهو الملتقى الوظيفي. الصراحه دي حاجه من اهم عوامل المجتمع الان، من اهم المشاكل اللي بيواجهها الشباب في مصر، هو ان انا بعد ما اتخرج ايه الشغل اللي انا هشتغله، ازاي اقدر ابحث عن فرصه عمل. فصراحه حاجه جميله جدا، يعني الواحد لما بيلاقي خدمه، ده السوشيال ريسبونسابيلتي، الخدمه المجتمعيه الواجبه من جانب المؤسسات. النادي الاهلي في هذه الامور يسبق مؤسسات الدوله حتى في الوصول الى خدمه المجتمعيه. كنت ازاي فكرتوا في موضوع الملتقى الوظيفي؟ هي الفكرة طلعت بإن إحنا أساساً أثناء الحملة الانتخابية للمجلس بتاعنا قبل ما يجي، إحنا كنا بنقدم البرنامج الانتخابي بتاعنا، فأنا اقترحتها على الباشمهندس محمود طاهر، وطبعاً هو رحب بيها جداً 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 بما فيها من خدمة للأعضاء، وخصوصاً إن إحنا كنا طبعاً لسه بعد الثورة، وكانت الاستثمارات قليلة والأوضاع الاقتصادية صعبة، فطبعاً كانت حاجة هتفيد الناس بشكل كبير جداً. هي الفكرة بسيطة قوي وأوريدي متنفذة في جامعات كتيرة جدا في مصر وبتحصل. يعني أنا يمكن خريج سياسة واقتصاد سنة 2001، كان بيعملوا عندنا الامبلويمنت فير أو الملتقى التوظيفي، فهي متطبقة في الجامعات كلها، لكن ما اتطبقتش في الأندية قبل كده. أنا اللي فكرت فيه إن إحنا ممكن نعملها للأندية، خصوصا إن إحنا عندنا طبعا العضوية كبيرة جدا، يعني نسبة الأعضاء كبيرة. جمعية عمومية عددها عالي. جمعية عمومية بالظبط، حوالي 150,000، فطبعا في جزء شباب كبير جدا جدا بينهم. حضرتك بتتكلم في 150,000 أسرة؟ 150,000 أسرة بالظبط، أكيد طبعا فيها شباب حديثي التخرج كتير. هو الملتقى التوظيفي بشكل كبير بيفيد جدا الناس اللي هي في رينج العمر ما بين 20 وما بين 28 لغاية 30 سنة، اللي هي الناس اللي بتبقى لسه داخلة كارير جديد، أو لسه متخرجة وبتدور على شغل، أو دخلت شغل بعد ما اتخرجت وعايزة تغير كارير أو تشفت الكارير. إذا أنت حضرتك بتديني خدمة، وأنا كشاب لو أنا في الأول مش عارف أتجه لأني اتجاه، وإيه الاتجاه اللي هيناسبني كجهة عمل وأنا حديث التخرج، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا مش لاقي شغل، وده صراحة خلينا نتكلم بشكل واقعي، دي مشكلة من أهم المشاكل اللي بتواجه أي شاب، وبيبقى محتاج ان هو يروح هنا ويروح هنا ويكلم فلان ويكلم علان عشان ياخد فرصه لوظيفه، على الرغم ان احنا ما شاء الله عندنا شباب كتير قوي عنده من الكواليفيكيشنز، عنده من الامكانيات انه يقدر، ومؤهلات انه يقدر يفيد في اي مكان. اذا فانت حضرتك بتديني، بتجيب لي الشركات اللي هي اقدر ان انا اقدم فيها، واقدم لهم سي في، وان اقول لهم ان انا شخصيه مؤهله، وفي نفس الوقت كمان بتوجهني اروح لاي اتجاه وانا خريج ايه. بص انا اللي فكرت فيه ان طبعا النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، واحنا لازم نستغل الاسم ده. اي شركه في مصر تتمنى ان هي تساعد النادي الاهلي، والدليل السبونسرز بتوعنا. احنا عندنا طبعا رعاه كتير جدا، شركات اسامي كبيره جدا جدا بتتمنى ان هي طبعا تبقى مشاركه مع النادي الاهلي في انتصاراته وفي كل حاجه كويسه بيعملها للبلد. فطبعا انا كان التركيز الاساسي ان انا الرعاه بتوعي دول يقدروا ان هم كمان اجيبهم يقدموا خدمات للاعضاء بتاعتي. فهو الملتقى التوظيفي ده عباره عن ان انا بجمع شركات كبيرة في مكان واحد في يوم واحد، وبحاول ان انا اجيب اعضاء النادي الاهلي اللي هم حديث التخرج واللي فرنج اللي هم العمر اللي انا بقولك عليه اللي هو من 20 ل 28 30 سنة، ان هم يجوا يلتقوا ببعض، بوصل بينهم هم الاثنين. طبعا الشركات اللي جاية دي هي مش جاية الاعلان ولا حاجة، هي جاية علشان هي عندها وظائف خالية، فبدل ما هي بتستنى لغاية ما حد يقدم فيها على النت، هي بتحاول برضو تروح للناس علشان تاخد منهم السي فيز وتعرف تشوف مين اللي مناسب ليها وتاخده. زائد ان العضو اللي بيروح بيلاقي ان في تنوع كبير في الشركات، فحسب مثلا انت مثلا خريج تجارة تمام، هتلاقي مثلا بنوك، هتلاقي شركات بتاعت لوجيستكس اللي هي الحاجات الإدارية، هتلاقي كذا حاجة ممكن ان انت تقدم فيها، هتلاقي مثلا شركات بتاعت المهندس، هيلاقي شركات اتصالات مثلا، خريج صيدلة هيلاقي شركات فارما. ف
فاللي هي شركات الحاجات الأدوية بالظبط. فطبعا هتلاقي شركات كتيرة جدا ممكن ان انت تقدم فيها وتفهم كل واحدة احتياجاتها ايه. حتى لو ربنا نفترض ان طبعا الشركات اللي جاية دي ملتزمة قدامنا ان هي بتوفر عدد كبير جدا من فرص العمل، يعني مئات الفرص. الفرص دي هم اللي هيقدم هيعرفها ازاي؟ في كتاب صغير بياخدوه هم داخلين، بتبقى كل شركة محطوطة في الكتاب ده ومقدمة كل الوظائف الخالية اللي هي بتدور عليها والاحتياجات واحتياجاتها ايه. يعني انا متطلب ايه عشان الراجل الفلاني او اكس يجي يشتغل عندي، يجي في الوظيفة الفلانية. نعم بالظبط. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا شركة مثلا كول سنتر مقدم مثلا ان هو عايز ناس بتتكلم كوري مثلا او بتتكلم بولندي. خلينا نتكلم لغة انجليزية. انا بتكلم او انجليزي نلخصها. لا يعني انت ما هو في تنوع يعني في طبعا يعني مثلا كول سنتر اللي هنا في مصر بيبقى شغال على العالم كله. لان العمالة عندنا ارخص من العالم كله والاتصالات ارخص وفي حاجات الذكية من الحاجات المهمة جدا في هذا الشأن يعني. بالظبط. فبالتالي هم بيبقوا طالبين ناس تيجي تشتغل في الكول سنتر معاهم كذا لغة، كل واحد مثلا بيتجه للدولة بيكلم بيسوق المنتج في الدولة اللي هو بيتكلم فيها. مثلا في طبعا بنوك، فطبعا البنوك مثلا بتشترط ان انت تبقى عارف كمبيوتر، ان انت تبقى عارف انجليش، ان انت تبقى خريج مثلا تجاره او اقتصاد، عندك اداره في يعني خبره في الاداره وفي الاعمال في المحاسبه في يعني الموضوع الخاص بالبنوك. بالظبط. في شركات بتتطلب مهندسين يعني. فاحنا حاولنا طبعا ان احنا نجيب تنوع كبير علشان يغطي كل الخريجين، سواء خريج مثلا هندسه، طب، تجاره، لوجيستكس، اي حاجه تكون ان هي موجوده. دي كانت حاجه مهمه جدا ان احنا نشتغل عليها في التنوع ده. طب حضرتك جالك الفكره من يعني من خلال ان انت عايز تقدم حاجه للشباب، عايز تقدم خدمه سيرفيس للاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ولا حضرتك يعني نقلت؟ اصل الصراحه الكلام اللي انا بسمعه دوت واللي انا رايته انا خلاص ما بقتش بسمع. انا دلوقتي شفت اوريدي الملتقى التوظيف وشفت اوريدي الناس وهي بتتفاعل. الكلام ده لا يحدث الا في الخارج، لان في كل انديه العالم الانديه الكبيره المؤسسات الكبيره بيبقى ليها خدمه مجتمعيه سوشيال ريسبونسابيلتي. ممكن تلاقي الكلام ده في نادي مانشستر يونايتد، في ليفربول، في الانديه الكبيره بيبقى ليها جانب مجتمعي. صراحه انا اول مره اشوف الموضوع دوت الا من خلال النادي الاهلي، ودي حاجه انا فخور بيها. حتى لو قدرتوا توظفوا شخص واحد بس، شخص واحد بس ده انجاز يعني. لو شخص واحد بس الواحد هيرفع لكم القبعه. لا ان شاء الله هنشغل اكتر من كده كتير. هي القصه كلها ان دي المسؤوليه بتاعتنا احنا. مجلس الاداره هو المفروض ان هو بيهتم بالنادي كله في كل النواحي، فده دور مهم جدا ان احنا نقدم خدمات كويسه لاعضاء النادي بتاعنا. وزي ما بقول لك احنا قوه كبيره جدا، احنا تقريبا اول او تاني نادي في مصر في عدد الاعضاء تقريبا، احنا والشمس. نعم. فطبعا عدد الاعضاء الكتير ده لازم ان احنا نحاول نخدمه بشتى الطرق. مسؤوليه وعب. طبعا مسؤوليه وعبء كبير. عبء كبير. احنا جايين علشان كده. يعني مسؤوليه وعبء. وبعدين انت لما بتقدم لاي اسره فرصه عمل في صراحه، خلينا برضو انا هتكلم حضرتك برضو من الشباب، وانا واحد من الشباب، وانا دايما بميل الى 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 الشباب مع كامل احترامي وتقديري لاي حد، لكن انا هميل للشباب لان انا حاسس وبمريت كلنا مرينا بنفس الظروف اللي كل شاب مر بيها. انا دلوقتي تخرجت من الجامعه ومع مشكلتي هم ان انا الاقي اي شغلانه، وتلاقي ناس بتشتغل شغلانات بعيده تماما على الكارير اللي هو درسه. فلما حضرتك بتقدم له فرصه ان هو يلاقي وظيفه، انت كده يعني ما هتاخد دعوات لغايه يعني هتشوف بس الدعوات اللي هتاخدها من يعني اولياء امورهم. فدي حاجه انت بتقدم لهم خدمه عمر. طبعا انا طبعا مش بقدمها لوحدي، ده مجلس الاداره. ما انا بتكلم كمجلس اداره مكتمل. الناس عملت لي طبعا سبورت جامد جدا، وكانوا بيسبورت الفكره جامد جدا بجد. الباشمهندس محمود طاهر انا من ساعه ما طرحت عليه الفكره في الحمله الانتخابيه وهو بيضغط عليا من ساعتها. بس احنا حصلت ظروف طبعا ان احنا كان في اولويات، طبعا كان في انشاءات، كان في الشيخ زايد، كان في حاجات كتيره في نادي اهلي الجزيره محتاجه تتعمل واهلي مدينه نصر، فطبعا كانت ليها الاولويه في الاول. وفي ظروف حصلت في المجلس طبعا ادت ان احنا ناخر الموضوع شويه، لكن احنا صممنا ان احنا نعمله طبعا زي ما وعدنا الناس. والحمد لله ربنا كرمني طبعا بشركه كبيره
تيجي تنظم الموضوع اللي هي شركه جوب ماستر. طبعا هي شركه متخصصه جدا في القصه، حتى الاسم نفسه بي 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 بيعبر، يعني هي في يعني جوب ماستر يعني هي اداره او تخصص في التوظيف. بالظبط بالظبط، هي متخصصه طبعا في الحته دي وتعتبر من اكبر الشركات في القصه دي، والصراحه ساعدونا كتير قوي ان احنا نطلع بشكل تنظيمي كويس. وكنا طلبنا منهم كمان ان احنا نعمل سيشنز او ندوات في اللي هي اللي انت عرضتها من شوية في جميع فروع النادي في مدينة نصر والجزيرة والشيخ زايد، علشان يروحوا يعرفوا الناس ازاي تكتب السي في بشكل احترافي كويس، وازاي ان هم يقدموا في المنطقة التوظيفي بشكل فعال. نقطة مهمة جدا، في ناس بتبقى على اعلى مستوى، ولكن انك تقدر تقدم السي في بتاعك او السيرة الذاتية ان انت تعملها بشكل معين بترتيبه معينه، بانك انك تحط حتى يعني لو هنتكلم في الوورد بقى وانت بتكتب الموضوع على الكمبيوتر بيبقى ليه حتى طريقه وشكل في ان اللي قدامك لما بيقراه بيحس ان انت راجل ذو خبره، فبيبتدي يحطك في كادر تاني يهتم اكتر. فدي دي خدمات رهيبه، يعني خدمات جميله جدا جدا جدا. انت مش متخيل، انا يعني في قمه فرح ان انا بسمع بشوف الحاجات دي، لاني واحد من الشباب وبيبقى في ناس كتير جدا ما تبقاش عارفه حتى يعني ايه تكتب سي في، ازاي اكتب سي في، انا عايز اشتغل، انا راجل مؤهل، معايا مؤهل عالي، معايا مؤهل كذا، عندي خبرات كذا، بس عارفه اكتب سي في. دي حاجه جميله جدا. بالظبط، فلازم طبعا ليه شكل معين. وهم الناس مشكورين طبعا، جابوا لنا ناس على مستوى عالي جدا يوروا الاعضاء ازاي الموضوع يتكتب، وفعلا عملنا الندوات في الثلاث فروع. وانا مؤمن طبعا ان نجاح اي حدث بيتعمل لازم بتبقى في التنظيم الاول، وبعدين في يوم الحدث ان هو يعمل، وبعد كده المتابعه. فاحنا ان شاء الله خلصنا قصه التنظيم. طب انا برضو يعني هسال حضرتك سؤال مهم، حضرتك عملت الفعاليات في الثلاث يعني فوق. اللي موجودين شباب الشيخ زايد راح وحضر وشاف وقدم سيفيهاته، اللي موجود طبعا المقر الرئيسي في الجزيره وما يحيطها راح وقدم سيفيه وتفاعل مع الناس، الناس سكان مدينه نصر ودول عددهم كبير برضو كمان راح وقدم سيفيه وتفاعل، يعني انت كده قدمت السيرفيس لكل يعني الثلاث مناطق جغرافيه خدمه رهيبه جدا يعني. بالظبط، وبدعوهم بقى طبعا كل اعضاء النادي ان هم يجوا يوم الملتقى. هو طبعا معمول في نادي اهل الجزيره في الصاله المغطاه، احنا خدنا المكان طبعا اللي هو اقرب، هيبقى الاقرب للناس كلها، لان هو لازم يبقى في مكان وسط وسط البلد يعني. بالظبط، في وسط البلد. وكمان مش كده بس، احنا كمان هنحاول ان احنا نقدم طبعا من احنا من الرعاه بتوعنا اوبر، فطبعا ان شاء الله هنتفق معاهم برضو ان هم يعملوا سيرفيس. اولا هم نازلين طبعا في المؤتمر، الناس يعني هيلفول جدا جدا، وبرضو احنا متفقين معاهم ان هم يعملوا سيرفيس، ان هم يعملوا برضو اللي هي بروموشن كود اللي بيبقى بديسكاونت عالي جدا، عشان يجيب الناس، عشان نسهل عليهم حتى ما يبقاش في زحمه في اليوم بتاع. لا دي حاجه جميله جدا. طب انا اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل تم التفاعل مع اي جهه من جهات الدوله بهذا الشان؟ يعني سالت وزاره الشباب والرياضه اللي هي اكيد هي المنوطه اصلا، يعني دي شغلتها الرئيسيه الشباب، يعني وزاره الشباب هي شغلتها الشباب، هل في اي تنسيق ما بينكم وما بينهم في هذا الشان؟ لا، هو الصراحه في الحدث ده هو ما فيش تنسيق، بس يعني هو النادي الاهلي سباق. انا مقتنع ان شاء الله لو الفلو او الناس تدفقت على المؤتمر ده كتير بشكل كبير ونجح، يعني هو نجاح المؤتمر بيرتبط بشقين، الشق الاول ان انت تجيب شركات متنوعه كبيره يكون فعلا عندها وظائف خاليه، ده الحمد لله حصل. الشق الثاني ان اعضاء النادي يتوافدوا على الملتقى عشان يجوا بشكل كبير، فتثبت للناس ان انت عندك ناس كواليفايد او مؤهلاتهم كويسه ان هم ياخدوا الشغلانات دي، ويبقى عددهم كبير، فالشركات دي يبقى عندها الداتابيز جاهزه في اي وقت تقدر تكلمهم لو فضي عندهم وظيفه ثانيه. فاحنا الناحيه التنظيميه وان احنا نجيب شركات الحمد لله ده تم على خير. الناحيه الثانيه بقى احنا الكوره في ملعب طبعا الاعضاء ان هم لازم يجوا، وانا بقول لكل شباب النادي تعالوا عشان فعلا في مئات فرص العمل هتتوافر، واحنا نفسنا نقدم لكم. حتى اللي بيشتغلوا، حتى اللي شغال، انت هتيجي هتسمع كلام قد يعني يزود من خبراتك، يزود من امكانياتك، تفهم دنيا اكتر، تفهم ازاي تتعامل مع مديرك، تفهم ازاي تتعامل انك تخش جوه مؤسسه، الفرق ما بين مؤسسه انترناشونال ومؤسسه عاديه، حاجات يعني هتبقى بتثقف الشاب اللي بيحاول ان هو يصارع فيه انه يعمل كارير، يعمل مستقبل. طبعا، وانا بقول لك انا يعني على يقين ان النادي الاهلي هو سباق، وانا متاكد ان هو الانديه كلها هتبتدي تطبقها بعد كده ان شاء الله بعد نجاح الملتقى اللي احنا عاملينه. هو انا برضو عشان لما نيجي نتكلم في قناه الاهلي ونيجي نقول النادي الاهلي دايما سباق، النادي الاهلي
خدوا كده ترمومتر الكره المصريه على النادي الاهلي، خدوا ترمومتر الاداره المصريه سواء تسويق سواء كوره سواء كذا سواء كذا، بصوا الخدمه المجتمعيه، ده جانب مجتمعي جانب مهم. حتى مؤسسات الدوله هي اللي بتتعلم والمفروض تتعلم من النادي الاهلي، النادي الاهلي ياخد من هذا النموذج، لان في كام شاب في مصر محتاج حاجه زي كده، في كام شاب في مصر بيقعد على الانترنت مش لاقي، يقعد يخش على الويب سايت بتاعت الوظائف مفيش حد بيسهل عليه، لا ده النادي الاهلي هو اللي بيسهل عليك، يقول لك تعالى بجيب لك الحاجه، بجيب لك الموضوع لحد عندك، بجيب لك ان انت تخش تقدم سي فيك، تتحاور مع الناس، تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تعلي مؤهلاتك، تعلي خبراتك، تعلي ثقافتك، عشان لما تيجي تخش انت راجل عايز تصنع مستقبل، احنا بنساعدك ازاي كنادي اهلي في صنع المستقبل دوت. احنا نروح مع حضراتكم ونكمل تقرير عن الملتقى الوظيفي لحاجه في منتهى الجمال، ونرجع ونكمل كلام. عشان تعرفوا انها حاجة مهمة جدا، حاجة ايجابية جدا، انك تخدم العضو انه يوصل لمستقبله. انت مش بس بتديله ان هو يجي يستمتع، وان هو يجي يتفرج على فرقته، وان هو يجي يقضي وقت كويس وخلاص، لا ده انت بتساعده في بناء مستقبله، وهو ده دور المؤسسة. النادي الاهلي مؤسسة كبيرة جدا، النادي الاهلي لقب نادي القرن مش بس عشان فرقة الكورة، النادي الاهلي مؤسسة مكتملة، مؤسسة في الاستثمار، مؤسسة في التسويق، مؤسسة في الخدمات، والخدمات هي من أهم السمات اللي موجودة عشان العضو اللي موجود عندك يعرف يستفيد بكل حاجة جوه جدران النادي. هو ما بيروحش النادي بس عشان يقضي وقت ممتع، خلاص الكلام الدنيا بتتغير والوقت بيتغير، والحاضر بقى متطلب حاجات كتيرة. أكمل كلامي مع الأستاذ محمد جمال وليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. دلوقتي استاذ محمد، احنا محتاجين تواصل اكبر مع الاعضاء عشان يجوا يشاركوا ويشوفوا الملتقى ايه الجديد اللي فيه، ايه اللي ممكن استفاد منه. احنا بعتنا رسائل على الموبايلز، وان شاء الله بكره برضو هنبعت رسائل تاني على الموبايلز، وعملنا فلايرز في النادي توزعت في النادي كله بثلاث فروعه. وانا من برنامجك انا بقول برضو الاعضاء اهلي الشيخ زايد ان انتوا الدخول في اليوم ده هيبقى مفتوح ليكم ان انتوا تيجوا تدخلوا، ف عادي ان انتوا تيجوا، فيا ريت ان انتوا تشاركوا برضو علشان نعرف نوصل لكم الخدمه بشكل كويس. احنا كلنا نادي واحد، فهي الخدمه طبعا قائمه لاعضاء النادي الاهلي كله، للاعضاء بس طبعا عشان مش هيبقى فيه دخول غير الاعضاء. لا اكيد اللي هيخش يخشوا كارنيه. بالظبط بالظبط، يعني انا قصدي ان كارنيه الشيخ زايد مسموح يوميها ان هو يدخل المقر نادي الجزيره علشان طبعا يشارك في الفعاليات في القصه دي في القصه ديت. وبرده نذكر برده مشاهدينا والناس اللي بتتفرج وعايزه تروح تشارك، انت لما تروح تشارك حتى لو انت شغال هتسمع حاجه جديده، هتشوف شركات طبعا جديده، هتشوف كلام يفيدك في مستقبلك، تفكر ازاي، حتى في ناس مش عارفه تعمل السي في، هتتعلم يعني ايه تعمله، هتتعلم يعني ايه تخش انترفيو. في ناس كتير جدا مشكلتها ان لما تخش تقعد مع الراجل بتاع الاتش ار اللي هو دايما بالنسبه لهم مرعب، الناس بقى بالنسبه لها الراجل اللي هو مدير شؤون العاملين ده بالنسبه له شخصيه مرعبه، هو بيبقى داخل كده ومكشم لك وهيسالك اسئله جامده وبتاع، وانت بتبقى داخل يا عيني عايز تشتغل وهيخش يعصرني. لا، هتتعلم ازاي تتكلم معاه، هتتعلم ازاي تخش تقنعه انت بامكانياتك، تقنعه ان انت قادر ان انت تشتغل وان انت احسن كمان من الموجودين. وده كلام من الحاجات المهمه ومحاضرات مهمه جدا استاذ محمد. طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا، ان انت ازاي تتعامل في الموقف بتاع الانترفيو ده، خصوصا لما بتبقى حديث التخرج. طبعا انت بتبقى لسه طالع كانك طالع من نادي، لسه مش عارف اي حاجه في بيئه العمل عامله ازاي. فالكورسز بتاعت الحاجات دي طبعا مهمه جدا جدا جدا، وده اللي احنا ناويين ان شاء الله نعمله بعد كده. يعني انا عندي افكار كتير جدا للشباب ممكن ان هي تفيدهم في حاجات كتيره قوي، ونفسي ان انا اطبقها في النادي، ربنا يسهل يعني ونعرف نطبقها ان شاء الله. زي ان احنا مثلا عايزين نعمل مكتب للخريجين، مكتب الخريجين ده برضو دي حاجه متطبقه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجامعات. القصه ان احنا بيبقى فيه مثلا موظف او اتنين ماكسيمم في مكتب الخريجين، دول دورهم كله ان هو بيحاول يحلل الداتا بتاعت النادي واللي موجوده في النادي، ويطلع قد ايه مثلا ناس في قطاع الصيدله، قد ايه ناس اطباء، قد ايه ناس زراعيين، قد ايه ناس تجاريين، ويبتدي يركز عليهم ويخاطبهم بكورسات معينه. يعني بيعمل قاعده بيانات.
بياخد قاعده البيانات بتاعه النادي يحللها ويحاول ان هو يابديت فيها ويطور فيها خلاص، والقاعده دي بعد كده هتعرف ان هي توصلنا لحاجات كتيره جدا. اهم حاجه دلوقتي ان انت تعرف تحلل قاعده البيانات بتاعتك عشان توصل لنتائج. انت عارف يا استاذ محمد، انا ابتسمت وحضرتك بتقول لي كده. عارف انا ابتسمت ليه؟ عشان احنا مشكلتنا في البلد ده ان احنا ما نعرفش احنا عندنا ايه، ما عندناش الداتابيس، ما عندناش قاعده بيانات. فابتسمت لان النادي الاهلي بيديني نموذج تاني لحل مشاكل البلد. احنا ما عندناش قاعده بيانات، انت ما تعرفش مين خريج قد ايه، ده في قد ايه، وعندك القطاع الفلاني فيه قد ايه، ما تعرفش. احنا عندنا هنا للاسف دي من مشاكل الموجوده عندنا في المجتمع، ان انت ما تعرفش قاعده البيانات. فلما النادي الاهلي بيعمل الداتابيز هيبقى قادر يخاطب الناس دول بالاسلوب المعين، يديله الخدمات اللي هو محتاجها، يديله كل السيرفيس اللي هو طالبه. لا، هيجي يخاطبهم بقى بكورسات معينه، مثلا زي مثلا ان انا لقيت ناس كتير مثلا في القطاع التجاري، ممكن ابتدي اجيب كورسات متخصصه، وطبعا المكتب ده هيحاول ان هو ينزل للناس ويقول لهم احنا النادي الاهلي، وياخد منهم الديسكاونتس على قد ما يقدر، ياخد منهم تخفيض. نعم. علشان يقدموه للنادي الاهلي. لا، هو اكيد لازم ياخد تسكيل، يعني عضو النادي الاهلي اللي هيجي بقى يحضر الكلام ده لازم ياخد تسكيل، زائد ان هو هيقدر ان هو برضو من قاعده البيانات اللي موجوده عنده يخاطب الناس في موضوع التريننج. يعني انت وانت في الكليه نفسها انت بتحتاج ان انت تعمل تريننج في مناطق، يعني انت لازم في الصيف انا بقول لكل الشباب ان هم لازم في الصيف طبعا بيعملوا تريننج في شركات. خلاص، فهنحاول برضو ان احنا نقدم لهم سواء من الناس اعضاء النادي الكبار، طبعا اعضاء النادي الاهلي زي ما قلت لك احنا عدد الاعضاء كبير جدا جدا جدا، في اولاد نادي كبير يعني واصلين لمراكز كبيره جدا في شركات كبيره قوي، يتمنوا ان هم يخدموا النادي في اي وقت. هنحاول برضو ان احنا نوصل بينهم ونوصل بين الاعضاء اللي احنا نقدر نخدمهم، سواء باقل الاسعار او لو هي هتتقدم في شكل فيفرز للنادي، اللي هي في شكل يعني مجاملات، لان مجاملات. طبعا كل اولاد النادي بيتمنوا ان هم يخدموا. معلش، مع احترامي، انا هتحفظ على كلمه مجاملات، لان اي ابن من النادي الاهلي بيخدم النادي الاهلي بدون مجامله. ده بيخدم الكيان، بيخدم اللوجو، بيخدم الشعار. اللي اتربى جوه النادي الاهلي عارف يعني ايه لوجو النادي الاهلي ده لوحده يخلي اي حد يعمل اي حاجه لو هو بيحب النادي الاهلي بجد. يا استاذ محمد، معلش انا اسف، بس عشان هي انا طبعا انا عارف ان حضرتك بتقولها بمنطلق يعني ان هو حد بيعمل حاجه كويسه للنادي، ولكن اللي بيحب النادي الاهلي بجد بيخدمه من غير ما هو يبص على اي رد فعل او اي وهو أو مش أي لازم يبقى عضو نادي من جماهير النادي. احنا كنا اخر داتا اناليسز عملناها على الناس اللي بتشجع النادي الاهلي قد ايه، لقينا 80% من المجتمع المصري. انا شايف انها 99% والباقي النادي. اللي بيخدم النادي مش لازم يبقى اعضاء بس، اي حد محب للنادي الاهلي اللي هو طبعا يعني بيمثل مصر كلها. فدي هتبقى فكره برضو كويسه جدا ناويين نعملها، زائد ان طبعا كان في الباشمهندس محمود طاهر نفسه كان اقترح ان احنا نعمل حاجه اسمها الصالون الثقافي. بس احنا يمكن ما لحقناش نعملها. الصالون الثقافي ده ان هو انت يعني هتبتدي برضو ان انت طبعا انت هيبقى عندك الداتابيس خلاص حللتها وعرفت، فهتعرف تخاطب الناس برضو من ناحيه الصالون الثقافي اللي باشمهندس محمود كان بيقترحه ان احنا ننفذه. كان برضو قال لي ان انا احاول اشتغل على الفكره دي، بس معلش اتاخرنا شويه، ان شاء الله نلحق. ان احنا بنجيب حاجات زي مثلا ندوات دينيه، ندوات ثقافيه، ندوات اوبراليه، ندوات توعيه مثلا الموارد البشريه. فهنبتدي ان احنا نعمل صالون ثقافي مثلا الحاجات بالزبط. كل الحاجات اللي بالزبط. تقدر تعلي من بالزبط. تعلي من اعضاء النادي الاهلي، وتعلي من الكواليفيكيشنز والمؤهلات بتاعتهم، وتخليهم مؤهلين لسوق العمل علشان يقودوا مصر ان شاء الله بعد دي حاجه كده. جميله جدا، ويا ريت يا ريت كل مش بس الانديه، كل مؤسسات الدوله تشوف هذا النموذج وتحاول تطبقه. يعني الموضوع مش صعب، هو في ناس بتقلد النادي الاهلي في اي حاجه، يا ريت يقلدون في الكلام دوت، لان النادي الاهلي محتاج ان مؤسسات الدوله هي اللي تقلده. ودايما كده تسال اي حد يقول لك انجح مؤسسه رياضيه في مصر هو النادي الاهلي، ولكن الان النادي الاهلي بيخش عهد جديد في مؤسسات الخدميه، مؤسسات الاستثماريه كمؤسسه استثماريه. ده كلام مهم جدا، ولازم الناس تبص وتشوف وتتعمق وتدرس، هتعرف قيمه الانجاز اللي بيوصل له النادي الاهلي ما شاء الله في هذا الشان. انا برضو عايز اتكلم مع حضرتك في حاجه مهمه جدا، منتخب مصر تاهل لكاس العالم، وبارك لك وبارك لكل الاهلاويه وكل مصر كلها. وكنا حاطين كاميرات في مقر النادي الاهلي وشفنا التفاعل، وبعد الهدف طبعا
اكيد يعني انت اكيد بعد الهدف التعادل لا اكيد كانت حالتك صعبه زينا كلنا. لا طبعا طبعا ده كان يعني صدمه مش طبيعيه يعني. احنا مش قادر اقول لك اللحظه دي كانت لحظه صعبه جدا جدا علينا، لدرجه ان في ناس كتيره جدا من اللي قاعدين عيطوا فعلا، لان خلاص فاضل 4 دقائق بس. ربنا كبير، ربنا يعني كبير. ويعني ده احنا وراح الفانله الحمراء بقى، راح الفانله الحمراء بالظبط يعني. بس احنا لابس احمر برضه، قعدتنا في النادي يعني كنا حاسين برضه ان ربنا ممكن يكرمنا، ويمكن الامل ضاع شويه وفكرنا هنروح غانا. طب غانا الجمهور هناك، وغانا مش هتسيبنا نكسبها على ارضها، وأقرب وهينقلك من اقرى الحته الثانيه وهيعذبك هناك. طب ليه؟ ما الموضوع في ايدينا. بس الحمد لله، الحمد ربنا لله كريم. بعد ضربه جزاء حتى شوف الانفعال ورد فعل الناس كلها، تلاحم كان حتى يعني ما تعرفش مين مجلس الاداره ومين الجمهور، كله قام على بعضه. كنت حضرتك موجود ومهندس محمود طاهر وبعض اعضاء مجلس الاداره الست اللواء 20 شمس، يعني التفاعل يعني كانت حاجه جميله جدا جوه النادي الصراحه. كانت لحظات حلوه جدا جدا، وكنا سعداء قوي ان احنا بنتوصل يعني بنتفرج على الماتش وسط اعضاء النادي الاهلي. ويمكن الماتش ده يعني من اكتر الماتشات اللي فرحنا بيها بعد ماتش، يعني هم 3 ماتشات الصراحه اللي انا فاكرهم يعني كانت الفرحه فيهم مش طبيعيه. ماتش الكونفدراليه اللي احنا كسبناه، اللي هو عماد متعب جاب الجون في الوقت لا انا سيبك من الصفاقسي، انا بكلمك على المجلس، على اللي هو ال4 سنين اللي فاتوا. ماتش المصري اللي احنا خدنا فيه الكاس، وماتش مصر ده بجد كانت فرحه وسعاده غريبه جدا جدا جدا. وماتش الترجي طبعا بس يمكن انت لما الماتش بيروح منك وتيجي تكسب خلاص في اخر دقيقه وانت خلاص الحكم بيصفر، دي بتبقى يعني تبقى فرحه جميله، فرحه هستيريه. بس برضو يعني استاذ محمد، مجلس اداره النادي الاهلي مباشره بعد تكريم سياده الرئيس بيدعو منتخب مصر بصراحه لفته جميله جدا، وده برضو من جانب الخدمه المجتمعيه. انا مش بكرم منتخب مصر، بكرم مصر نفسها. بكرم ابطال وصلونا لكاس العالم، وكانت حاجه جميله جدا، وشفنا التكريم وشفنا قد ايه الناس كانت سعيده. مستر كوبر نفسه كان مبسوط وتصريحاته، قال لك انا سعيد ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بيكرمني، وعندي اكتر لعيبه منه في المنتخب المصري. وجود واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن احمد ناجي، وجود حتى كابتن اسامه نبيه، وفي حاجات كتير قوي كانت جميله في يعني هذا التكريم. فكرتوا فيه مباشره بعد التاهل؟ طبعا احنا يعني لعيبه النادي الاهلي هي النواه بتاعت كل منتخبات مصر، فاحنا معظم اللعيبه عندنا في المنتخب. طبعا انجاز المنتخب انجاز جميل جدا وانجاز كبير قوي قوي قوي، لكن احنا برضو اللعيبه بتاعتنا زي ما بقول لك النواه في كل المنتخبات، فاحنا بنكرمهم وكنا سعداء جدا جدا بيهم ان هم شرفونا في النادي، خصوصا ان هي جت على طول بعد طبعا تكريم الرئيس، فدي كانت حاجه كويسه قوي. وزي ما بقول لك احنا يعني الحمد لله ان احنا سباقين في كل حاجه يعني. يعني احنا كنا اول نادي. كلمك سريعا عن مباراه النجم ومهندس محمود طاهر، بيقول ان شاء الله حتى في تكريم المنتخب يكون النادي الاهلي بيكمل فرحه المصريين. شايف الماتش ازاي، خاصه ان هو مرحله صعبه، ولكن النادي الاهلي دائما وابدا قادر على تخطي الصعب. انا متفائل جدا جدا، الفرقه بتاعتنا كويسه قوي، الجهاز الفني واللعيبه بذلوا مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت دي، الحمد لله قدروا يحصدوا الدوري ويحصدوا الكاس وماشيين كويس جدا في البطوله، ومتفائلين خير ليهم، وهم مركزين جدا جدا في بطوله افريقيا اللي هي غايبه عننا بقالها كذا سنه. واحنا كمجلس دي يعني اكتر بطوله تنقصنا لغايه دلوقتي، لان دي البطوله اللي يمكن احنا يعني بقالنا ال4 سنين لسه ما خدناهاش، فبنتمنى ان ربنا يكرمنا وان احنا ناخدها عشان نفرح مصر كلها، خصوصا ان احنا دلوقتي الكوره الكيرف بتاع الكوره في مصر يعني ماشي. هو ما دام النادي الاهلي كويس يا فندم، منتخب مصر كويس بالظبط الحمد لله. عايز اسالك سريعا، النادي الاهلي هل هيدخل الجمهور مره ثانيه للتدريبات قبل ماتش النجم؟ مواجهه مهمه جدا، وشفنا تاثير الايجابي بعد دخول الجمهور لملعب التتش، النادي الاهلي راح كسب الترجي. ايضا هل سمعنا النادي الاهلي جالته موافقه امنيه على 40,000؟ هل هيطالب باكثر من كده 60,000؟ احنا عايزين الملعب كله. احنا اوريدي مطالبين ب 60,000 وهي جت الموافقه على 40، بس احنا بنحاول طبعا يعني نضغط بعد موافقه الداخليه طبعا ان احنا نزود العدد، لان الجمهور ابتدى يتحسن كتير قوي. احنا شفنا في كل الماتشات اللي فاتت سواء ماتشات الاهلي سواء ماتشات المنتخب، الجمهور دخل وخرج ولعب دوره بشكل كبير جدا 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 في المكسب، وما حصلش اي مشاكل. فاحنا نفسنا يا رب ان هو يبتدي يرجعوا الجمهور تاني، لان الكوره من غير جمهور بجد ملهاش معنى.
زائد ان احنا زي ما بقول لك برضو احنا السبق اللي احنا عاملينه في النادي ان احنا عملنا حاجه اسمها كارت الجماهير. هو اداره المباريات دي حاجه جميله جدا. واداره المباريات طبعا ويعني احنا بنشكرهم جدا جدا على الفكره دي نفسها. هي الفكره ببساطه ان احنا بنعمل كارت جماهير فلازم الناس كلها تخش تشتري الكارت عشان تعرف تاخد تذاكر بعد كده. خلاص فالكارت اللي انت بتشتريه ده بيبقى عليه كل بياناتك، عليه تشيبايه اللي هي بتبقى عليها كل البيانات. البيانات بتاعتك دي بعد كده بقى المفروض ان هو المشروع ده يكمل بان انت الاستادات يتعمل فيها الكراسي تبقى مرقمه ويبقى فيها كاميرات في كل حته، فاللي هيعمل اي شغب او حاجه هيبان، هتبتدي تبلغ النادي بتاعه يجيب الكارت بتاعه يعمل له دي اكتيفيشن فما يعرفش يجيب اي تذاكر بعد كده ويتمنع من الدخول، ودي هتبقى حاجه رادعه لان اي حد يعمل اي حاجه باذن الله. فاحنا نفسنا المشروع يكمل وبجد هيفرق كتير قوي في دخول الجمهور. بكره يعني الاهلي عنده الاتحاد ان شاء الله هيكسب ان شاء الله باذن الله دايما يكسب الدوري بتاعنا باذن الله باذن الله. طبعا استاذ محمد انا كان نفسي يكون عندنا وقت اطول لكن ان شاء الله هيكون في حلقات تانية ونتحدث فيها عن كل احوال النادي الاهلي من الناحيه الاستثماريه وايضا من الناحيه الرياضيه والاداريه. كنت سعيد ودايما ان شاء الله كده تكون شرفنا ونورنا وكل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا ليك وسعيد بيك وسعيد بقناه الاهلي ان انا في وسط بيتي يعني. شكرا ليك استاذ محمد. ده كان يعني كلامنا النهارده وحوارنا النهارده مع استاذ محمد جمال ولي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كلام جديد عن كل شيء يخص المنظومه، المتقى الوظيفي، خدمه على اعلى مستوى. ايضا كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. غدا عندنا تغطيه خاصه ما تروحوش بعيد، لسه عندنا برامج كويسه ومتميزه. نادي الاهلي حديث.